أدري إنك بنشوف الصورة الثانية لعم حسين المحضار الله يرحمه. الله تاريخ. رحمة الله عليه. طبعا حسين المحضار من قبل، طبعا أصيل أبو بكر، من أبو بكر سالم، من فنانين كثير، طبعا الأستاذ محمد عبده، أستاذ طلال، محاولات مع أعمال عفوا كثير ناجحة ومعروفة ومحفوظة. فشاعر له صبغة مميزة وله لهجة معينة وله أسلوب معين، سبحان الله. من أكثر الأعمال القريبة طبعا كانت أو الناجحة كثير للوالد رحمة الله عليهم، كلها كانت للسيد حسين محضار، لأنه هو كان رفيق دربه طبعا. صحيح. فأعمال كثيرة في مراحل أبو بكر سالم كثيرة كانت، سواء كانت سابقا في لبنان أو في اليمن، لبنان، القاهرة، السعودية، في كثير نجاحات كانت لهم موجودة ومحفوظة. وأشكرك على 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 هذا التنويه، لأنه أنا عندي أغنية كمان عملتها للرياض اسمها ما سلي قلبي ولا راض إلا معك في الرياض. الله. فهذه كانت برضو من أعمال حسين المحضار، من أغاني الوالد رحمة الله عليه. أنا قمت يعني أعدت تسجيلها، وإن شاء الله بتنزل قريب إن شاء الله، إذا الله أراد، هذه أبو بدر في العيد إن حسب الله ما أعرف أراد. أنه كان المفروض أنها تنزل، وأعتقد يمكن ناويينها بعد العيد إذا الله سهل، يعني إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، إن أو إن شاء شاء الله الله في موسم الرياض إن شاء يوم الله. الفطر إن شاء الله في مناسبات إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله أن هالأزمة تزول إن شاء الله، وترجع مواسمنا وترجع أمورنا الطيبة.